جديدة من برنامج سينماتكس ومناقشة سينمائية خفيفة بمناسبة إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار لسنة 2020 عن أفلام 2019. وبما إنه إن هو حدث سينمائي مهم وزي ما أنتوا عارفين أنا ما بحبش أفوت أي حاجة ليها علاقة بالأفلام غير ولما أعمل لها حلقة، فخلونا النهاردة كده نناقش قائمة الترشيحات وأبدي رأيي الشخصي وبالمرة نتوقع كده اللي ممكن يكسب، لأن السنة دي وعلى عكس السنوات السابقة المرشحين والأفلام نوعا ما منطقية وخلايا من سياسات أكاديمية الأوسكار. وكمان ما يميز أفلام السنة دي إنها تقريبا خالية من الأفلام اللي تحسها متفصلة كده عشان تكسب كم جايزة، أفلام الأحزاب والتوجهات والحركات والنقابات والحاجات اللي كنا بنشوفها السنين اللي فاتت دي. وإضافة إلى ذلك إن أفلام السنة دي وبدون أي استثناء هي مثيرة للاهتمام وأغلبها أفلام حلوة. ومن غير رغي كتير يلا نبدأ. خلونا نمشي كده بالترتيب على حسب أكاديمية الأوسكار، وأول ترشيحات كانت أفضل ممثلة في دور مساعد. وأنا بصراحة ما لفتش انتباهي طول أفلام السنة ممثلة في دور مساند غير لورا دارن من فيلم مارج ستوري، لأنه الحقيقة مش بس من أبرز أدوار السنة دي، لكن كان بقالنا كتير قوي ما شفناش ممثلة في دور مساند وكانت لامعة زيها، فأظن إنها تكون اختيار أكاديمية الأوسكار السنة دي. تاني فئة معانا هي فئة الكوستيوم ديزاين اللي هي تصميم الملابس وكده يعني، والمرشحين كانوا كالآتي: The Irishman واللي قدم شخصياته في أشيك ملابس الخمسينات، وجوكر اللي كان فيه مجهود كبير في رسم وتصميم ملابس شخصية أيقونية زي كده ويخلي ألوانه وتناسقها يخلدها التاريخ. إنما Little Woman وجوجو رابت الحقيقة أنا مشفتهمش. وفي الترشيح الأخير كان Once Upon a Time in Hollywood، وأنا شايف إن احتمالية إنه يكسب هتكون أكبر من المرشحين التانيين، لأنه فعلا اجتهد في إظهار كل تفاصيل الحقبة دي من أزياء الممثلين الحقيقيين زي ملابس بروس لي وتشارن تيت، وفي نفس الوقت ملابس الهيبيز وصناع الأفلام. ترشيحات الساوند ميكسينج والساوند أديتينج أنا ضمتهم على بعض لأن مش شايف بينهم فرق كبير يعني، وأتوقع وأتمنى إن فورد في فراري يكون له نصيب من الجائزتين دول، لأن التجربة السمعية اللي فيه كانت هي الأمتع السنة دي. لكن لما نيجي نتكلم عن ترشيحات أفضل موسيقى تصويرية فبكل تأكيد جوكر هو الأحق بالجائزة دي، لأن الموسيقى فيه هي اللي خلقت شخصية الفيلم، هي اللي دعمت فكرته وهي اللي ادت له تقل درامي. وفي ترشيحات أفضل ممثل في دور مساند هنا بقى اللي هتحصل مشاكل كتير. أولا عدم ترشيح كريستين بيل للجائزة ده في حد ذاته جريمة لن تنسى للأكاديمية، ولكن لو بصينا لبقية المرشحين هنلاقي عندك إيه؟ هنلاقي عندك توم هانكس، الباتشينو، براد بيت، أنتوني هوبكنز، وجو بيشي. يعني حضرتك متخيل كمية العظمة والعبث اللي حصلوا في نفس الوقت كده؟ إنك يبقى عندك خمسة ممثلين من المستوى الرفيع بيتنافسوا على جائزة أفضل ممثل مساند. بس مثلا لو قلنا نستبعد توم هانكس عشان ما شفتش فيلمه بصراحة، ولو استبعدنا أنتوني هوبكنز لأن أداؤه كان المعتاد منه وما فيهوش تحديات جديدة، فالمنافسة هتكون بين التلاتة دول. ولو هنتكلم عن الأداء وكان لامع أكتر في The Irishman فأنا أميل أكتر لألباتشينو لأنه كان رجل الانفعالات والتحديات والخطب، وده لا يقلل شيء من قيمة جو بيشي، هو مجرد تفضيل بس مش أكتر. إنما براد بيت فأنا مقتنع تماما أنه يستحق الترشيح وأتوقع أنه ممكن يكسب كمان. سابع فئة هي فئة الأفلام الأجنبية، وللأسف أنا ما تابعتش فيهم غير بارازايت وفي الأغلب هو اللي هيكسب يعني. بعد كده عندنا جائزة البرودكشن ديزاين، وما عنديش كلام أقوله زيادة عن اللي قلته في حوار تصميم الأزياء غير إني أميل أكتر لونس أبون تايم إن هوليوود لأنه كان من أفضل أفلام السنة على مستوى تصميم الديكورات وإعطاء الفيلم طابع هوليوودي ستيناتي أصيل. نروح للأديتنج، وهنا عندي مشكلة كبيرة برضو مع عدم ترشيح 1917 للجائزة دي، لأنه المفروض الفيلم كله متوقف على الأديتنج وعلى إتقان القطعات إنها تكون خفية وبالتالي تدي انطباع إن الفيلم زي ما يكون متصور لونج تيك. بس لو هنتكلم عن المرشحين فمفيش حد فيهم نجم ولمع زيادة عن الباقيين بتسلسل مثلا أو خطوط زمنية متفاوتة، فأنا أميل أكتر لفورد في فراري لأنه على المستوى التقني كان متميز جدا. رقم 10 هي فئة السينماتوجرافي، وهنا بيظهر لأول مرة فيلم لايت هاوس، لكن للأسف بيظهر وسط جبابرة زي روجر ديكنز من فيلم 1917 وروبرت ريتشيتسون من وانس أبون أ تايم إن هوليوود ومعهم جوكر وذا أيرش مان. نتكلم عنهم واحد واحد.
The Irishman الصور فيه كانت مشبعة جدا ودسمة وتحسها بتنطق كده. Once Upon a Time in Hollywood كان يفتقر شوية الكادرات تارانتينو اللي متعودين عليها في أفلامه السابقة، فأظن أن الجايزة هتكون بين الاتنين دول، لأن 1917 يستحقها بكل جدارة عن المجهود التقني اللي في الفيلم، وجوكر يستحقها على جودة تكوين كادراته وعلى جعل كل فريم معبر عن اللي قبله. فدلوقتي المنافسة هتكون بين التقنية وبين الفنية. فئة الفيجوال إفكتس، وطبعا وبدون أي شك أفنجرز إند جيم هو الوحيد اللي يستحقها بعد ما لحمت المؤثرات البصرية اللي أمتعنا بيها وخلق من خلالها فيلم يعد طفرة في المؤثرات. الواحد بصراحة يعني لازم يقول اللي ليه واللي عليه. إند جيم كان فيه الدي إيجينج تكنولوجي الموجودة في The Irishman، وأظن يعني إن لاين كينج ده مش أحسن لايف أكشن يتعمل في الحياة يعني. فئة الميك اب، لو احنا استبعدنا بومبشيل عن المنافسة على اساس انه مفهوش تحديات او مفهوش حاجة تميزه عن بقية المرشحين، فاظن ان الاربعة دول يستحقوا الجايزة، ولكن بالنسبة لي انا هميل اكتر لجوكر. فئة افلام الانيميشن، انا ما تبعتش فيها غير توي ستوري 4، واكيد انا منحاز له واتوقع ان الجايزة هتكون من نصيبه. طيب بعد كده عندنا ترشيحات الادابتد سكرين بلاي، والمرشحين بيتنافسوا بقوة، ولكن أنا أميل أكتر لـ The Irishman لأنه بيطرح قضية مهمة ومثيرة جدا للاهتمام وأثارت جدل كبير لسنوات طويلة، وطريقة معالجتها لعمل سينمائي زي كده أكيد كان فيه تحدي كبير. أما بالنسبة للأوريجينال سكرين بلاي، وهنا بيظهر لنا لأول مرة Knives Out، ولكن للأسف برضه بيظهر وسط مرشحين عمالقة، وكده نسبة إنه يكسب بتقل، وفي رأيي الشخصي Parasite هو الأحق بالجائزة دي. نيجي بقى لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وهنا جريمة تانية ألا وهي عدم ترشيح دينيرو للجائزة، ودي حاجة بصراحة أنا مش متفهمها. يعني هل دوره كان نمطي للدرجة إنه ما يترشحش، ولا أداؤه كان خالي من السمات المميزة اللي بيتميز بها أسلوب تكسيده؟ الحقيقة أنا مش عارف، ولكن لو هختار من وسط المرشحين فأكيد واكين فينيكس يستحقها عن دوره في فيلم جوكر، لأنه قدم شخصية معقدة ومركبة وبكل تأكيد مليانة صراعات وتحديات، وهو تقريبا اللي كان شايل الفيلم لوحده. جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي التنافس فيها يعد شرس، لكن الحقيقة في اسمين أنا ميال ليهم، وهما رينيز الويجر بتجسيدها لشخصية جودي جارلاند واللي كان دورها فوق الوصف، وسكارليت جوهانسن عن فيلم مارج ستوري واللي قدمت فيه أداء متفجر مرضي لكل محبيها، واللي كان بقالنا فترة ما شفناش منها تجسيد بالشكل ده. الجائزة اللي قبل الأخيرة هي جائزة أفضل إخراج، والحقيقة المنافسة وصلت لذروتها، لأن الأسماء المترشحة كلهم مقدمين أفلام صعبة أوي تتنسي، وأفلام هتفضل معلمة في أذهاننا لوقت طويل. تارانتينو على الرغم إن ده مش من أفضل أفلامه بالنسبة لي، إلا إنه مازال متمسك بأساليبه الإخراجية الجذابة. مارتن سكورسيزي قدم فيلم مشبع بلمساته الفنية اللي عودنا عليها في أفلامه. تود فيليبس وفلسفته الإخراجية اللي عكسها في فيلمه واللي أثبت من خلالها إنه مخرج وصانع أفلام عارف هو بيعمل إيه كويس. وسام مانديز اللي تناول الحرب العالمية الأولى بمنظور أول مرة نشوفه، ولكن بونج جون هو هو اللي بلغته السينمائية اللي قدر يصور بيها طبقات المجتمع المختلفة ومعاناة الطبقات السفلى ورفاهية الطبقات العليا ونقطة التقائهم، فأظن إن هو يستحق الجائزة. ودلوقتي آخر وأهم جائزة، وهي أفضل فيلم في السنة، وأنا عايز أقول لكم بجد إن عمري ما كنت مهتم بجوائز الأوسكار زي السنة دي، لأن الأفلام السنة دي كلها أفلام حلوة وكلها كانت متنوعة وكلها قدمت وجبات سينمائية دسمة، وعشان كده الاختيار هيكون فعلا صعب، ولكن في رأيي الشخصي أنا ميال أكتر لبارازايت. ودي كانت انطباعاتي وتوقعاتي وتمنياتي في حفل جوائز الأوسكار اللي إن شاء الله هيكون يوم 9 فبراير، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تشاركوني بقائمتكم الشخصية تحت في الكومنتس، وياريت شيروا اللايك لو عجبتك الحلقة، واشترك في القناة عشان تشوف الحلقات الجديدة، وتابعوا صفحة البرنامج على تويتر وعلى انستجرام، واشوفكم الحلقة الجاية.